السلام عليكم، مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. في هذا الشرح يخص قرعة أمريكا، ولكن لن أقوم بشرح كيف تختار صورة أو صورة فيها 600 على 600 وخصائصها وكذا. يمكنك الدخول إلى هذا الرابط وتجد كل ما الصور التي يقبلها والتي لا يقبلها ولماذا. المشكل الذي سأحله اليوم وهو هذه الأداة فوتو تولز. عند الضغط عليها هنا لا يفتح ذلك الفلاش أو النافذة لتعمل عليها تعدل الصورة، وإنما يعطيك هذا الملف. لا يهم، نأخذ هذا الملف وسنقوم الآن بحل هذا المشكل. حل المشكل هذا بطريقتين، باستخدام الإنترنت، والطريقة الثانية بدون استخدام الانترنت. إن كان لدينا هذا الملف والذي نأخذه من هنا عند الضغط عليه، هنا يعطيك مثلا يقول لك ملاحظة، يمكنك فتح هذه الأداة تعمل في انترنت اكسبلور، ولكن كذلك نفس الشيء لا تعمل. فإذا سنمر إلى هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى عن طريق رابط واستخدام هذه الأداة اسمها فلاش بلاير ديبوغ. حجمها حوالي 16 ميجا، وهي أداة لا تحتاج تثبيت ولا شيء. كيف تعمل؟ أكيد تجدون رابط تحميلها تحت الفيديو ورابط تحميل حتى الأدوات الأخرى. هنا فايلز أوبن، هنا نضع رابط. من أين نجلب ذلك الرابط؟ من هنا نقوم بجلب هذا الرابط، ثم نقوم بكليك يمين، كليك يمين، ثم كوبي هذا الرابط. من هنا تأخذ الرابط كوبي لينك أدرس. نعود إلى تلك الأداة، نقوم بوضع هذا الرابط هنا باست ثم أوكي. كما نشاهد قام الآن عند ظهور هذه النوافذ، تقوم بغلقها كونتيني هكذا، لا تهم. تقوم بفتح الآن هذه النافذة تكبيرها والعمل عليها. مجرد مثلا أنا اخترت صورة موافقة ويمكن صالحة للعمل عليها، وهي أظن أنها هذه هي صغيرة، قمت بتكبيرها لنجرب إن كانت تعمل. نعود إلى تلك الأداة هكذا، نختار الصورة choose shoes photo، ثم نختار تلك الصورة هكذا تظهر مباشرة. تقوم الآن بالعمل عليها، تصغير تكبير وإزاحة يمين شمال على كما تريد. كما شاهد أن الصورة في الوجه في الدائرة الصغيرة، والأذنين الشعر والرقبة في الدائرة الأخرى، وملائمة جدا. كروب أعطاني الصورة 600 على 600، حجمها كذلك 65 وجيدة رغم أنها ليست HD. لا نقوم بحفظ الصورة، سيف وتحفظها كما تريد، سيف. إذن هذه الصورة من هنا كما نشاهد الصورة بهذا الشكل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا نحتاج إنترنت ولا رابط ولا شيء، نقوم فقط بأخذ هذا الملف بالضغط هنا فيعطيك الملف في الأسفل. المهم يعطيك ملف وهو هذا، هو فيج، حجمه حوالي 583. بدون انترنت نقوم باستخدام الآن أداة أخرى وبرنامج آخر اسمه SWF File Player، هذا هو شبيه للأول، ولكن يقوم بفتح الملفات وليس روابط. Open، نختار الملف هذا هو Open، وبعض المعلومات لتهم Play. نفس الشيء ونفس الطريقة، تقوم كذلك باختيار الصورة، نفس الصورة نعمل عليها من هنا، تقوم بتكبيرها تصغيرها كما تريد، ثم كروب، ونفس الطريقة كذلك سيف. أظن أن الطريقة مفهومة وتحل هذا المشكل العويص للكثيرين. فقط أن بعض الملاحظات، عند اختيار صورة يجب أن يقوم بأخذ صورة بعيدة نوعا ما كبيرة ليمكنك التعديل عليها وقصها وكل شيء. فتجدون روابط
روابط الملفات وها روابط المواقع المستخدمة تحت الفيديو في صندوق الوصف. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة. يمكنك دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. إلى الشرح القادم، سلام.